رجل يريد الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ودخل مكة في اليوم الرابع بدون إحرام وأحرم بالحج في اليوم الثامن. رجل يريد الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. نعم. ودخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة بدون إحرام وأحرم بالحج في اليوم الثامن من الميقات، فهل فعله صحيح؟ من الميقات، رجع إلى الميقات. نعم. إذا كان رجع إلى الميقات الذي تعداه وأحرم منه فقد استدرك ولا شيء عليه. نعم. أما لو أحرم من مكة يكون عليه فدية. نعم.